برأيك إلى أين يتجه الاستنفار الأمريكي مع إعلان الفصائل عن انتهاء الهدنة مع الأمريكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حياك الله أستاذ عبد الرحمن، وحيا الله جمهورك الكريم، وحيا الله كادر قناة الفلج المحترم. الحقيقة نتيجة طبيعية أن تعلن القوات الأمريكية المتواجدة بأرض العراق حالة الانذار القصوى، وهذه حالة طبيعية جدا، لأن هنالك ربما يكون خطر يهدد أو قد يهدد حياة العاملين داخل الأراضي العراقية، سواء كان عسكريين أو مستشارين أو مقاتلين أم قوات أمنية أو قوات استخباراتية أو حتى قوة جوية. لذلك نقول طبيعي جدا أن هنالك حالة انذار قصوى تشهدها القواعد الأمريكية، وخصوصا حين الأسد يعني مكرر، وكذلك قاعدة الحرير في أربيل. فهذا أعتقد يعني نتائج طبيعية جدا بالنسبة للجيوش العالم أجمع، لأنه الوضع الأمني حاليا غير مستقر، وأيضا أنه العراق مرتبط بإيران وننتظر الرد الإيراني، وبالتالي ما الذي سيترتب على فصائل المقاومة العاملة بأرض العراق. كذلك لبنان أدت واجبها وقامت بتوجيه ضربة من 320 صاروخ باليستي مع طيران مسير، رغم أنه الخسائر غير متوقعة، كنا نتوقع تكون خسائر أكثر، لكنه كان الاستهداف نوعي ومركز على بعض الجهات التي ربما توقعنا أن تكون هنالك ضربات باتجاه مقرات الاستخبارات ومقرات أيضا القوة العسكرية الإسرائيلية المتواجدة داخل فلسطين المحتلة. فأقول أنه ربما هي الأيام قد تكون حبلة بالمفاجآت، لكن عموما حبلة يعني بالمفاجآت، خصوصا مع هذا التوقيت، توقيت انتهاء الهدنة الذي تزامن مع إعلان خامنئي عن بدء سيناريو جديد من المعركة ضد ما وصفه هو الرجل بالجبهة اليزيدية. هذا التوقيت هل تعتقد أنه اعتباطي أم يشي بمراحل أخرى يجب أن يستعد لها العراق؟ يعني أستاذ عبد الرحمن، أنا كعسكري ومراقب وخبير أمني أعتقد أن الآن قوى المقاومة العراقية ليست كما كانت، لأنه ربما اشتراكهم بالعملية السياسية وأيضا استلام مناصب، هذا ترتب عليه كثير من الأمور والالتزامات تجاه الشارع العراقي وتجاه الحكومة وتجاه علاقة الحكومة مع الجانب الأمريكي. لا ننسى أبدا أنه الجانب الأمريكي له سيطرة وله نفوذ بالقرارات العراقية، وأيضا إن ربما يعني إن غضبوا قد يكون هنالك وضع حرج بالنسبة للحكومة. وأيضا فصائل المقاومة الآن مرتبطة بالعملية السياسية ولديها نفوذ ولديها سيطرة ولديها متنفذين داخل العملية السياسية العراقية. لذلك نقول أنه القبة التنفيذية الآن بدأت تؤثر على عمل وأداء فصائل المقاومة، وحينما كانوا فصائل المقاومة محررين من القبة التنفيذية كانوا مقاتلين وبالتالي أدوا أدوار كبيرة جدا، لكن بعد استلام حكومة السيد السوداني لليوم وحينما ارتبط المقاومون مع العملية السياسية وكان لهم ممثلين ونفوذ وكذلك يعني ربما وزراء وربما وكلاء وزراء ومدراء عامين، وأيضا العملية السياسية هي نتاج المقاومة العراقية. يعني تقصد أن مقاومة ما بعد المكاسب السياسية أو الاستحقاقات السياسية فلنسميها تختلف عما قبلها، بالتالي إذن لن نتوقع إحراجا من المقاومة للحكومة، هكذا يفترض. يعني هذا اللي تماما اللي أنا كنت أريد أوصله. فأعتقد يعني الآن المقاومة محرجة لأنه ترتب عليها واجبات رد، لكنهم ربما لا يريدون أن يردوا، أو ربما البعض يمتنع عن الرد ويطالب بتأجيل الرد، والبعض الآخر قد يرغب بإقامة أو ربما عملية عسكرية تجاه القواعد الأمريكية. لكن عموما يعني هنالك رضا وهنالك عدم رضا وهنالك تحفظ بخصوص الرد أو رد المقاومة على القواعد الأمريكية. فأعتقد هذا مرتبط ومرتهن مع الرد الإيراني وما الذي سيترتب بعد الرد الإيراني، وربما ستكون هنالك ضربات مع اليمن السعيد، يعني ربما هنالك أدوار ستقوم بها المقاومة العراقية مع اليمن السعيد، أو ربما ستكتفي بتقديم بعض الدعم اللوجستي. وهل هنالك تنسيق مقاوماتي من قبل الفصائل في العراق مع أيضا الفصائل في اليمن؟ يعني نحن نراهم بين الفترة والأخرى يدخلون بفيزا رسمية للعراق ويجتمعون بعراقيين ويمارسون أيضا ممارسات واحتفالات إلى آخره، يعني يتصور البعض أن هنالك تنسيق، طبعا ويجري ذلك بعلم الحكومة. يعني طبعا بحكم الحكومة أكيد،
يعني هنالك ما أعلن عنه المقاومة الإسلامية، والمقاومة الإسلامية ضمت اليمن وإيران والعراق وسوريا وكذلك لبنان. أعتقد أن هذا المحور ما يسمى محور المقاومة الإسلامية هو مرتبط وقيادته وأمره تصدر من الجارة إيران، وبالتالي يبدو أنه الرؤية الإيرانية هي غطت أو أثرت على المقاومة الإسلامية سواء كان في اليمن أو العراق أو ربما في سوريا وكذلك في لبنان. هذا ما نقوله، ولأنه قدمت سنين طوال قدمت إيران دعم كبير جدا للمقاومة الإسلامية سواء كان في العراق أو في اليمن أو في سوريا أو في لبنان، وأدت أدوار كبيرة جدا بإسناد المقاومون في واجباتهم التي تبنوها. لذلك نقول أن هنالك تأثير وهنالك قرار، وربما هنالك رد أو توجيهات ستصدر من إيران، وكل من سيؤدي واجبه حسب التوجيهات. يعني مثلا الفصائل تقول إن جميع خياراتها مثلا للرد سوف تكون متاحة، لكن السؤال أيضا ما الذي تملكه فصائل المقاومة في العراق أكثر مما يملكه حزب الله نفسه الذي شاهدت مستوى ضرباته، والذي قال السيد حسن نصر الله أنه اكتفى بذلك ووجه دعوة إلى سكان الجنوب بالعودة وأن كل شيء انتهى. ما الذي تملكه بمقابل المقاومة عندنا؟ شوف عزيزي، المقاومة العراقية الآن انخرطت في العملية السياسية وانخرطت ضمن مظلة القائد العام تحت مسمى فصائل الحشد الشعب البطلة. لذلك الآن فصائل الحشد تقوم بتصنيع بعض المسيرات، وهنالك معامل ميدانية ربما الحكومة غير مسيطرة أو ربما لا تدري بالنسبة للتصنيع الحربي الحشد الشعبي كيف هو وما هو نوع التسليح وما هو حجم التسليح الذي تم تصنيعه خلال هذه الفترة التي مضت. إضافة إلى هذا بعض الخبرات التي تقدم إلينا من خارج العراق وبعض المساعدات الفنية التي أيضا تقدم علينا، وكذلك بالنسبة للمواد التي تدخل في مجال تصنيع المسيرات وكذلك الصواريخ البالستية. رغم أن السيد فالح الفياض والحشد الشعبي على أكثر من لسان على أكثر من منصة قالوا أنهم ليسوا منخرطين في صراع الفصائل الأمريكية بدون أمر من الحكومة، يعني الفصائل والحشد الشعبي شيئان مختلفان يفترض على لسان الحشد نفسه. شوف عزيزي، كل فصائل المقاومة لديها تمثيل بالحشد الشعبي، لذلك نقول أنه حما يصرح سيد فالح الفياض فيتحدث عن مشروع يخص المقاومة ويخص الحشد، يعني هنالك حديث منفصل عن المقاومة وكذلك الحشد. الحشد لديه واجبات عسكرية وأمر تصدر له من رئاسة أركان الجيش أو من العمليات المشتركة أو من القائد العام للقوات المسلحة، ويدي أدوار وهو الآن ماسك أرض. لكن إذا تحدثنا عن واجبات ربما تفوق ما نحن عليه الآن، فأعتقد سيكون هنالك تدخل واضح بالنسبة للمقاومة العراقية التي لديها تمثيل وأدوار داخل قوات الحشد الشعبي البطلة. لذلك نتحدث الآن عن ما يدور وعن نوع التسليح داخل العراق، وأيضا هنالك ربما تكون بعض الدعم أو يكون بعض الدعم من الجارة إيران بخصوص بعض الأسلحة وبعض الصواريخ. لكن إذا تحدثنا عن آخر فترة وآخر توجيه ضربة إلى القواعد الأمريكية، سنجد أن هنالك أسلحة محلية الصنع وهي تعتبر بمطاف البداية، يعني أسلحة غير متطورة ولم تنتج في معامل مختصة أو ربما ذات كفاءة عالية بالنسبة في مجال التصنيع. لذلك نقول لا يوجد إمكانية ممكن حاليا، يعني وربما هنالك إمكانية مخفية أو ربما أتت إلينا أو قدمت إلينا مساعدات تسليحية ربما من روسيا من خلال إيران. روسيا الآن تدعم الجارة إيران بأسلحة، لأن هنالك معركة يراد لها أن تزج بالنسبة للروس، يريدوا أن يدفعوا سواء كان المقاومة الإسلامية أو الجارة إيران في حرب مع إسرائيل التي دعمت من قبل أمريكا وما زالت مدعومة من قبل أمريكا، وهي تعتبر بمطاف الانتقام على اعتبار أن أمريكا دعمت أوكرانيا في حربها مع روسيا، لذلك تريد أن ترد الصاع بصاع آخر. وكان هنالك أكثر من تصريح للإدارة الروسية على أنه أنتم تدعمون أعدائنا ونحن ندعم أعدائكم عبر طرق التسليح. الصراع بالوكالات كما هو معروف. شكرا جزيلا إليك من بغداد، كنت معنا العميد المتقاعد والخبير الأمني والعسكري أستاذ عدنان الكناني.